أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن المواطن الصالح القائم على ثوابت الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والإيمان بالوحدة الوطنية من أهم أسس تقدم الأوطان وحماية وحدتها ومنجزاتها التنموية والحضرية. جاء ذلك لدى رعاية الوزير لتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد البحرين للتنمية السياسية ومؤسسة وطني الإمارات، وذلك بمقر وزارة شؤون الإعلام بحضور السيد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد والسيد ضرار بلهول الفلاسي المدير العام للمؤسسة الإماراتية. وأعرب وزير الإعلام عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مؤكدا أهمية الشراكة بين المؤسسات الوطنية الخليجية في ترسيخ الهوية الثقافية العربية والإسلامية وتعميق المواطنة الخليجية النابعة من روابط الدين واللغة والتاريخ والدم والمصير الواحد المشترك، عبر التعاون في تبادل المعلومات والخبرات في التدريب والبحث العلمي والتوعية السياسية والقانونية. الحقيقة العلاقة المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على مستوى القادة والشعبين تحملنا احنا كمسؤولين مسؤولية كبيرة في تعزيز هذه العلاقة واضحة في إطار يضمن تنفيذ الكثير من البرامج اللي تلبي طموحات الشعبين. الأخوة في مؤسسة وطني الإمارات مع معهد التنمية السياسية عندهم مجموعة من المبادرات والأهداف اللي تحقق الهدف الأساسي من هذه المؤسسات. الآن الحقيقة احنا لدينا جيل قادم يغرق في التقنية بعيد كثيرا عن موضوع الهوية الوطنية، وهذا الحقيقة أمر خطير يحتاج منا شيء من الاهتمام. فجاءت هذه المبادرة بتوقيع هذه المذكرة لتعزيز ثقافة المواطن الصالح. تفتقد بعض الدول الآن اللي تعاني من حروب أهلية وأسبابها البعد عن تعزيز ثقافة المواطنة الصالحة. تشتتت الولاءات بين أحزاب وطوائف وجمعيات ومرجعيات وولاءات لدول خارجية ترعى الإرهاب. مقومات المؤسسات الوطنية تحتاج شيء من الثقافة اللي تنمي روح الولاء لهذا الوطن، فلذلك جاءت هذه الاتفاقية لتعزيز روح المواطنة الصالحة. نحن بالنسبة لنا هذا شيء مهم، المذكرة التفاهم بين معهد التنمية السياسي ومؤسسة وطن الإمارات، نحن نكمل بعض. المؤسسة قطعت شوط كبير في موضوع المواطنة الصالحة والتنمية. نحن نسعى لنقل المعرفة والتعاون بينهم وتبادل نفس الأفكار بين معهد التنمية السياسية وبين طلباتنا، أيضا أن نحاول نرسلهم إلينا. لهذا نحن مملكة البحرين شقيقة علينا، هي وطننا، ونحن نكمل بعض أي مجال ممكن نسويه إن شاء الله.